النمسا تؤيد منح مصر 7.1 مليار يورو ضمن اتفاق أوروبي. وزير الخارجية: الانتخابات الروسية وهمية ولن ننضم لحلف الناتو. انخفاض معدل التضخم في النمسا إلى 4.3% رغم الغلاء المستمر. وزير الاقتصاد يخطط لزيادة منح الإقامة رود فيسروت. ونقابة الأطباء تدعو إلى التطعيم ضد الحصبة مع ازدياد الحالات. وأخيراً مستأجر يغرق شقته بعد شجار مع مالك العقار في كينتون. مشاهدينا الكرام، من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. أكد المستشار النمساوي كارني هاما على أهمية شراكة مصر مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات وجهود مصر في استضافة اللاجئين. واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي قادة الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاقيات بقيمة 7.4 مليار يورو على مدى 4 سنوات، تشمل قروضا ومساعدات واستثمارات ضمن شراكة استراتيجية شاملة. ويتوقع أن يشمل التمويل مساعدات مالية بخمسة مليارات يورو واستثمارات بواحد فاصلة ثمانية مليار يورو ومنح بستمائة مليون يورو مع توفير مليار يورو كتمويل طارئ. أكد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ على حيادية بلاده وعدم اهتمامها بالانضمام للحلف شمال الأطلسي. وعبر شالنبرغ عن ضرورة الحوار بين روسيا والغرب، مشيرا إلى وجود قنوات للحوار بين الجانبين. وفيما يخص الانتخابات الرئاسية وفوز بوتين، قال الوزير أن الانتخابات الروسية ليست حرة ولا عادلة، معتبرا أن النظام الروسي استبدادي، كما انتقد بشدة مواقف حزب الحرية المرتبط بالعربة الروسية ووصفهم بأصدقاء بوتين في النمسا لأنهم يتبنون الدعاية الروسية. واصل معدل التضخم في النمسا هبوطه، حيث وصلت نسبته في فبراير إلى 4.3% كأقل نسبة منذ ديسمبر 2021 بحسب هيئة الإحصاءات النمساوية. وتعود الانخفاضات إلى تراجع ضغوط الأسعار على المواد الغذائية وتباطؤ زيادة أسعار المطاعم، وبينما استقرت أسعار الوقود بعد انخفاضها السابق، زادت أسعار سلة السلع الصغيرة بنسبة 5.4% تجسيدا لتكاليف الحياة اليومية، فيما ارتفع سعر السلة الكبيرة بنسبة 4.9% التي تشمل المواد الغذائية والخدمات والوقود على مستوى أسبوعي. يعتزم وزير الاقتصاد والعمل النمساوي مارتن كوخر زيادة بطاقات رود فيسروت بشكل كبير لمواجهة نقص العمالة الماهرة. ويهدف الوزير إلى منح 16,000 بطاقة خلال 4 سنوات بسبب النقص في العمالة الماهرة، ولذلك تم منح 1570 بطاقة في أول شهرين من هذا العام بزيادة 39% عن الفترة نفسها من العام الماضي. ويجب تقليص مدة معالجة الطلبات إلى 12 يوما في غضون عام بعد أن كانت 28 يوما في عام 2022، مع مراعاة تطبيق المعايير والتأكد من أن المتقدمين يتمتعون بالمهارات والكفاءات اللازمة. حذرت نقابة الأطباء النمساوية من ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة، داعية إلى التطعيم ضد هذا المرض الخطير وتوفير اختبارات بي سي آر. وسجلت حوالي 270 حالة إصابة بالحصبة هذا العام، وتهدف النقابة إلى القضاء على الحصبة بالتطعيم مع توفير لقاح MMR مجانا لجميع الأعمار، مع توصيات بتلقي جرعتين بعد الشهر التاسع من العمر. وينصح الأشخاص المشتبه في إصابتهم بالحصبة بالاتصال بالعيادات قبل الحضور، وتطالب النقابة من التأمين الصحي بتغطية اختبارات بي سي آر
وقياس الأجسام المضادة. قام رجل من كلاجنفورت بإغراق شقته السابقة بعد خلاف مع صاحب المنزل، حيث قام بفتح جميع صنابير مياه الشقة مما أدى إلى غرق الشقة. وبعد أن غادر الرجل الشقة من نافذة المنزل وبعد اكتشاف الحادثة من صاحب المنزل، تم استدعاء فرق الإطفاء لضخ المياه وإجراء عمليات التنظيف، حيث وجد الماء قد ارتفع منسوبه إلى مستوى 10 سنتيمترات، ولم يبلغ عن سرقة أو أي ممتلكات. وفي الوقت نفسه لم تتمكن الشرطة من استجواب المشتبه به بعد، وتقدر الأضرار بنحو 10,000 يورو. كانت هذه نشاطنا لهذا اليوم، ولا تنسوا متابعة برنامج همسات رمضانية من خلال تطبيق انفجارات على هواتفكم. كنت معكم أنا ممدوح مكين، أمسية سعيدة، إلى اللقاء.